خليني انتقل للدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، وتصريحه بان جهاز تنميه مدينه 6 اكتوبر الجديده هيبدا من يوم الاحد الجاي لحد يوم الخميس الموافق 14/1/2021. تسليم 1056 وحده سكنيه في مشروع سكن مصر المرحله الثانيه في مدينه 6 اكتوبر الجديده، وانه هيتم تخصيص يوم الخميس من كل اسبوع للي تخلف عن الاستلام طول فتره تسليم الوحدات.